السلام عليكم. هناك خبر مهم حول طريقة نشأة المقاولة. أتيحت لي أخيرا الفرصة للمشاركة في الأسبوع العالمي للمقاولة في جنيف. كانت بينها ندوة جد مهمة، دراسة خطتين أساسيتين لنشأة المقاولة. فالأولى هي مستعملة حاليا رسميا، تعتمد على السببية لوجيك كوزال، بمعنى تحديد الهدف المنشود، ثم بعد ذلك البحث عن الآليات والوسائل للوصول لهذا الهدف المرحلي، قصير ومتوسط وبعيد المدى. فأما الطريقة الثانية فهي مخالفة تماما، ترتكز أساسا على الشخص ومكاسبه، وخصوصا كيفيات تفاعله مع الأوضاع والظروف. درست هذه الخطة الدكتورة سارة، هي أمريكية وهندية الأصل، بطريقة منطقية وعملية تحتوي على 5 مبادئ سنتطرق إليها حول هذه الدورة إن شاء الله. فهذه المقدمة هي رقم 1، ولكل من الـ5 مبادئ فيديو. سيكون مجموع الدورة 6 فيديوهات بإذن الله. ما لاحظته أن هذه الطريقة حررتني شخصيا من بعض التناقضات والثغرات، كما لاحظت كذلك بعد رجوعي واستطلاع مع المنخرطين في جمعية حركة المقاولة المغربية مودم، جلهم يطبقون هذه الخطة دون شعور. فكونوا معنا من فضلكم، شاركونا بأسئلتكم وملاحظاتكم، كلها مقبولة، وبارتاجيو من فضلكم. وإلى الحصة المقبلة رقم 2 إن شاء الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، بغيت نبلغكم بواحد الخبر. فأتيحت لي الفرصة أخيرا للحضور في الأسبوع العالمي للمقاولات في جنيف من 18 حتى 23 نوفمبر 2019. فكان لقاء الحمد لله جد مثمر ومهم، فزيادة على اللقاءات اللي درتها مع جمعيات، مع خبراء ومستشارين وعالميين إلى آخره. أتيحت لي الفرصة باش نشارك في واحد المناظرة حول طريقة نشأة المقاولة والطرق المستعملة للأكثر نجاعة. فهنا كان طريقتين أساسيتين هما اللي كيستعملوا. الأولى كلاسيكية مستعملة حاليا رسميا، كتسمى بغينا نسموها النهج المتعمد، اللي كيعتمد على السببية لا لوجيك كوزال، بمعنى الإنسان كيشوف، تكون عنده الفكرة باش ينشأ المقاولة، وكيحدد واحد الهدف على مستوى العاجل والمتوسط والبعيد، وكيدير واحد داك البيزنس بلان باش يشوف من بعد الوسائل اللي يمكن له اللي تعطيه البنك، مسائل مادية ومسائل بشرية باش يمكن له يوصل لهذيك الهدف اللي خطه. هذا الهدف كيحدو على حساب واحد التنبؤات، واحد التقديرات مسبقة اللي كتبقى نظرية ومبنية على واحد التكهنات غير ثابتة وغير صحيحة، خصوصا في هذا الوقت التغيرات السريعة اللي كاينة عندنا وعدم وجود معطيات ثابتة، من الصعب الإنسان يتنبأ لهذا الشيء. وحتى في الثقافة ديالنا وداك الشيء، الإنسان المستقبل لا يعلمه إلا الله، الإنسان كيدير اللي في جهده، ولكن كيبقى المسائل التقديرية تبقى غير مسألة استثنائية. أما الطريقة الثانية اللي
اللي هي مستعملة مع جل المقاولين ومختلفة على هذه الأولى، فهي كتعتمد على ما يسمى النشأة الإنجاز في أقرب وقت بوسائل لإنسان متوفر عليها. أشنو متوفر على الإنسان؟ كل واحد كما قال الدكتور محمد يونس صاحب أغريمنت بنك، كل إنسان عنده ثلاث مكاسب. كما كان المكسب الأول وهو هذاك من أنا، شخصية الإنسان. كل إنسان عنده واحد الشخصية ديالو، عنده واحد التركيبة ديالو هي اللي كتعطيه الأفكار وكيفية التعامل والترشيد في الاتجاه دول الآخر. والنت هذا الطريقة الثانية كتعتمد على الإنسان، على التفاعل ديالو، هي الركيزة الأولى. ثانيا معرفته شنو هي، تكوينه، المهارة ديالو، التجربة والكفاءة والخبرة ديالو هما اللي غادي يزيدوه يعاونوه في هذا الانطلاقة. ثالثا المحيط ديالو، من يعرف دفتر العناوين ديالو، المرشدون ديالو، الموجهون ديالو، الأصدقاء، الشبكة الاجتماعية إلى آخره. للذكر أنا عبد ربي كانت هذه هي الوسيلة اللي درتها بلا ما نشعر بها، واللي تلقيتها عادة درست بصفة علمية، وجميع الإخوان والأخوات المنخرطين في الجمعية منين رجعت تلقينا وطرحت لهم هذه الطريقة، لقينا رأسنا كلنا درناها بلا ما نشعر. كتبقى هذاك البيزنس بلا وهذاك داك الاخر كتبقى حتى هي عندها واحد الاهميه، ماشي نقولوا ما ناخذوش بعين الاعتبار الدرس الدراسه، ولا كنديروا الدراسه ولكن تبقى عندها واحد القيمه ديالها نسبيه. كيبقى التعامل ديالنا مع المعطيات ومع التقلبات هي اهم شيء. وفي هذا النطاق الله يجازيكم ان شاء الله، هاد الطريقه عند اللي دارت عندها خمسه ديال المبادئ عبد ربي، انا كنضيف كنطرح واحد النقطة السادسة غادي نطرقوا لها إن شاء الله مستقبلا في دي بودكاست، ونبقوا على اتصال باش إن شاء الله ربما نديروا من بعد هاد العزلة الوبائية اللي نطلبوا الله إن شاء الله نكونوا نخرجوا منها سالمين وغانمين، من بعد نديروا إن شاء الله حصص تكوينية ولقاءات باش نتذكروا في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.